بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وزعت ورقة لكم ولا لا؟ هذه مختصر إخواني لما أخذناه في القسم الثاني وهم العاملون. تذكرون تكلمنا على الجانب العلمي والجانب الإيماني وغيره. إذا في ورقة أخرى زائدة أعطيني واحدة بس، معلش. شكرا يا أخي. موجود فيها في البداية مجموعة من العناصر المهمة كتقدمة فقط لأهمية الدعوة ونحو ذلك. ثم تكلمنا على الجانب الإيماني وذكرنا كيف يطور كل جانب، في جانب نظري وجانب عملي، تمام؟ هذه إن شاء الله إذا جلستم لوحدكم ستتفصل معكم بشكل كبير. ثم ذكرنا لكم في آخر كل نوع أو جانب مجموعة من الكتب، كيف ترفع درجتك في الجنة، وكتب العفاني بن رجب بن الجوزي، شريف شحاتة إلى غير ذلك. ابن حزم، عاد صاحبكم ابن حزم ولا؟ ابن حزم له كتاب سماه مداوات النفوس. مداوات النفوس يريد ماذا؟ ابن حزم كان عنده مشكلة، وهي أنه إذا جلس في مجلس وفي مجموعة كثير التعليق، يعلق على هذا ويحرج هذا ويفعل مع هذا، فما راح وعمل لنفسه برنامجا تربويا كيف يربي نفسه على ترك هذه العادة. ثم حكى تجربته في كتابه مداوة النفوس، كتاب جيد الحقيقة ينصح به. ثم تكلمنا على الجانب العلمي أيها الإخوة، وذكرنا أشياء يعني يحتاجها طالب العلم، ومجموعة أيضا من الكتب التي تعين على ذلك، والوسائل المعينة على التعلم الجديد في العلوم الشرعية. الأمر الثالث، الجانب الدعوي. تحدثنا فيه عن ما هي الأمور التي تنمي الجانب الدعوي عند الشخص، وهذا مهم، مهم جدا جدا جدا. يعني أرجو أن تحرصوا على هذه الورقة كلها كاملة، وخاصة القسم الثالث الذي أريد أن أخرج به من الدورة لليومين السابقة. شيء واحد أرجو أن لا تنسوه أيها الإخوة والأخوات، وهو إذا أردت أن تكون إنسانا مميزا لك بصمة في الحياة فتخصص. تخصص الآن نقول الموجودين في كل القاعة معلمين ومعلمات، صحيح؟ نحن نريد تخصص، نريد معلم مرحلة عمرية معينة، نريد التركيز على فئة معينة حتى يبدع الإنسان فعلا في هذا الجانب. أما كل إنسان معلم لا. إذا تخصصت مثلا في تعليم القرآن الكريم فينبغي أن تبدع في هذا المجال الذي أنت فيه، في طريقة تعليم القرآن الكريم، وتبحث عن الوسائل المناسبة. وهذا ينبغي لكل إنسان دخل في تخصص أن يقوي نفسه فيه، لا تجلس في مكانك. أنت قبل 5 سنوات أنت الآن مستحيل هذا. ينبغي أن تبحث عن الكتب، السيديات، المواقع الإنترنت، ينبغي أن تغير. ذهبت مرة إلى مدرسة أمريكية عندهم غرفة معلمين، كل معلم عنده دولاب، تمام؟ الدولاب بعدد أيام الفصل الدراسي، الدولاب كامل. كم في الفصل الدراسي؟ 4 أسابيع، 4 أشهر، في كم يوم. ثم يضعون الدولاب، وكل يوم برنامجه وجدوله الذي سيعمل مع الطلاب. احنا لا، بالبركة ماشي أمورنا. ايش عندكم اليوم يا أولاد؟ والله كذا. سمع، ايوه احسنت. هذا يدغم ايش؟ بغنة؟ عمي يعميك. يدغم بغنة. ولذلك نحن دائما نقول أن الطلاب يجلسون عندنا فترة بسيطة ويذهبوا، والسبب ماذا؟ أن البيئة الموجودة بيئة غير جاذبة، غير جاذبة. نحتاج أن يا إخواني نتعب على التحضير، على إعداد مادة مميزة، على معرفة المرحلة العمرية. أنت تعرف أنه من 12 إلى 18 سنة هناك 6 حاجيات لابد أن توفر، ولهذا لا بد أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات أن تأخذوا دورة في علم نفس النمو وجوبا. علم نفس النمو هذه تفيدك كثير جدا جدا، بحيث تأخذ برنامج عملي تتعرف فيه على كل سنة. وهذا للآباء، الأمهات، المدرسين، المدرسات. ابن 3 سنوات ما الذي يميزه؟ ما هي المشاكل التي يمر بها؟ ثم بعد ذلك تعرف ما هي البرامج التي يمكن أن تغير سلوكيات فيه. إن شاء الله إذا يسر الله مجيء آخر في مشروع مهم جدا جدا جدا، ألفت فيه 3 مجلدات كتب ستباع إن شاء الله في معرض الكتاب في شهر 4 في السعودية، وهو كيفية بناء القيم. هذا المشروع مشروع غربي،
وانتشر في بلاد المسلمين بشكل كبير جدا وطبق الآن في أكثر من 22 دولة، أول من عمله اليونسكو. لكن هناك طرح إسلامي جميل جدا، أنا حاولت أن أكتب في هذا الموضوع، هو قضية بناء القيم في المحاضن التربوية. كيف الآن تريد أن تربي أولادك على الصدق، تمام؟ فماذا تفعل؟ لا، هناك أصلا برنامج نظام تستطيع من خلاله أن تزرع قيمة الصدق من خلال مجموعة من المشاريع تقوم بها مع أولادك، تأخذ أسبوع أو مع طلابك أسبوع أسبوعين ثلاثة إن شاء الله. إذا جاء وقت بإذن الله في هذا الجانب نتحدث عنه. اليوم سنتحدث عن جانب آخر إن شاء الله أن ننتهي منه بإذن الله في هذا اليوم. سنتحدث عن الدعوة الفردية، بمعنى نحن بالأمس تحدثنا عن التعامل الجماعي في محضن تربوي، كيف يتعامل الإنسان مع الإدارة، يتعامل مع الطبقة أيضا الوسطى من المدراء الإدارة، ثم نتعامل بعد ذلك تكلمنا على قضية تطوير أنفسنا. الآن أمامنا شخص طالب، أمامنا إنسان سندعوه لأول مرة، ما هي الأساسيات والأمور التي ينبغي لكل إنسان أن يراعيها في هذا الباب؟ اليوم الماوس راح سماشر، أول شيء نحن عندنا الدعوة الفردية. ما معنى الدعوة؟ ما المراد بالدعوة؟ يلا يا مشايخ، الدعوة سمى شيخ، جميل أحسنت. أيضا أنت أيوة لازم تجاوب كثير عشان يعني نقول الرجال غاب لكنه ما شاء الله عليه. أيوة. إرسال، أيوة تمام، يا سلام. في قلم هنا صح؟ ولا اليوم نكتب بالنية أيضا؟ توجيه، إيش ماشي يعني أبغى تعريف أنا سم هذا التعريف ولا شرح التعريف؟ شرح التعريف هذا ماشي، والتعريف داخل في القلب ماشي. ها لو قلنا لكم ما هي عناصر الدعوة، هي أول شيء مرسل صح، ثم مستقبل، ثم رسالة، ثم وسيلة لهذه الرسالة، قد يكون سي دي، قد يكون كتاب، قد يكون قرآن مترجم، في شيء مهم خامس غير الزمن يسموه إيش؟ الآن عندنا مرسل، عندنا مرسل، وعندنا مستقبل، وعندنا رسالة، وعندنا مرسل، وعندنا وسيلة، بقي واحدة. الهدف جيد، هذا تمام. يعني لما تجلس أنت مع شخص، يعني أحيانا في شخص كافر تمام، ما تدعوه أصلا إلا بعد سنة من جلوسك معهم. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تهيئة، يحتاج إلى تحبيب، يحتاج إلى كذا. في شيء الآن نحن أرسلنا وعملنا رسالة وكل شيء، في شيء التغذية الراجعة، هل هذا الرجل استفاد أو لم يستفد، إلى أي مرحلة وصل من القناعة؟ لابد أن تعرف هذا، حتى في أشياء قد تتجنبها أصلا في الحديث عنها. شيخ ها المتابعة أحسنت يا أخي جزاك الله خير. تعريف الدعوة شيخ الإسلام تيمية، هذه إيش؟ بس 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 وصل الحمد لله. يقول الشيخ الإسلام: كل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به، وكل ما يغضبه فمن الدعوة إلى الله النهي عنه. هذا في مجتمع مسلم تمام. سنأتي الآن للدعوة الفردية اللي تكلمنا فيها على المرسل والمستقبل وغيره، ما يحتاج تكتبه أبدا، هذا العرض سأعطيكم بقضه وقضيضه. زين. يقول الشيخ الخضر حسين في تعريفها، تعرفون عد هذا تونسي ها؟ الشيخ محمد من التونس، تونس ولا لا؟ وأصبح شيخ الأزهر هو. يقول: حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل.
نحن نعرفها الآن بتعريف يرحمك الله، بتعريف معاصر، عملية شاملة لتطبيق شرع الله عز وجل في حياة الناس على المستويات كافة وفي جميع المجالات وفق المناهج والأساليب والوسائل المشروعة. تمام؟ إذن هي عملية، بمعنى عندما نقول عملية إذن فيها عناصر كثيرة تتشارك فيها، مرسل ومستقبل ورسالة وهدف وتغذية راجعة لابد أن تأتينا. مهمة الدعوة إلى الله عز وجل هي تطبيق شرع الله عز وجل، أن هذا الشرع، هذا الكتاب والسنة يكون يمارس يوميا في حياتهم، في حياة الناس. وهذا مسألة سنأتي إليها بعد قليل. هل مهمة الداعية التركيز على المتميزين فقط ولا الناس كلهم؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، يعني هذا الصبي اليهودي هل سيستفيد الإسلام منه شيء؟ ها؟ سيستفيد ولا لا؟ سيموت الآن خلاص انتهى. وذلك لما مات ذهب يرحمك الله قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، معناه أن أنت عطست ولا لا؟ قلت الحمد لله. طيب ماشي ماشي ماشي، استب إلى الله. إذن الأصل أن الدعوة أيها الإخوة توجه للناس كلهم. متى نحتاج إلى التخصيص والتركيز على فئة معينة؟ إذا كان الوقت ضيق، إنسان جاء لخمسة أيام، ستة أيام، عشرة أيام، لا داعي لتضيع وقته مع، بس يذهب إلى الناس المميزين وهم بعد ذلك يكونون ينشرون الخير وفي جميع المجالات على المستويات كافة وفي جميع المجالات، فالناس كلهم، ولا يركز على جانب واحد دون جانب أيضا في أمور الشريعة وفق المناهج والأساليب والوسائل المشروعة، الكتاب والسنة بلا شك. ففي الأخير نحن لدينا هدي أو نسلك من خلاله. طيب سنتكلم الآن على مجموعة من السلوكيات الخاطئة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، ننتبه لها أيها الإخوة. ممكن تكتبوا ترى أني حتى هذه أشياء نحتاج أن ننتبه لها تمنع الداعية من النجاح في دعوته، سواء كانت دعوة فردية أو دعوة جماعية. أول شيء فساد النية. لماذا تدعو أنت؟ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله كان يقول في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال وكثير من الناس يدعون إلى أنفسهم ولا يدعون إلى الله. وهذا واقع، الله يعطيك العافية، شكرا شكرا. بمعنى أنه بعض الإخوة يدعو إلى حزبه، إلى جماعته، إلى كذا، ولا يريد وجه الله عز وجل، يبحث عن نوعيات محددة. ولذلك لو قيل له إلقي كلمة في المسجد الفلاني تعظ الناس، لأن هذا لن يحقق هدفه الذي سيجمع من خلاله الناس لحزبه أو نحو ذلك. أيضا بعض الأشخاص يرى إنسان صالح وتقي وخير في مكان ما، في جمعية معينة، في كذا، فيكره ذهابه هناك ويريد أن يجعله إليه، وهذا ليس بصحيح. نحن في الأخير نريد هداية الناس، ما دام الهدف واضح في أذهاننا وهو إنقاذ الناس من الغواية إلى الهداية، ففي أي مكان كان فهو في الأخير جندي من جنود الإسلام، سواء كان في هذه المدينة أو الأخرى أو كذا. نحن لدينا مشكلة كبيرة جدا، ومن ثم ظهرت كثير من إشكالات الدعوية الآن على السطح. الأمر الثاني ضعف الصلة بالله تعالى، وتحدثنا عن هذا كثيرا. الفوضوية، في أناس جيدين ولكنهم فوضويين. إيش تقول كونداليزا رايز؟ الفوضى الخلاقة، صحيح؟ تدمير العراق فوضى خلاقة، وبقية بلاد المسلمين فوضى خلاقة. تجد بعض الأشخاص يا إخواني لا يعرف ماذا سيحقق في شهره، في سنته، في أسبوعه، هو لا يدري أين يسير ولا ماذا يريد أن يحقق. أضف إلى ذلك بعض الإخوة عنده 20,000 مشروع ولا يكاد يحقق واحد منها. تمام؟ احنا قلنا الليبيين ايش يقولوا؟ مضاغة وصفير ما يجنش، صح؟ ما يمكن تاكل علك وتصفر، يا تاكل علك يا تصفر، واحدة منها. ركز 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 هنا، ماذا تفعل؟ تأتي وهكذا. وين القلم؟ بسم الله. فلان ابن فلان الذي هو أنت، ما هي رسالتك في الحياة؟ رسالة الكبرى أن أكون داعية معلما متميزا ومرجعا للإخوة في أوروبا في تعليم الطفولة. هذا الهدف الكبير. تمام؟ طيب كيف أستطيع أن أحقق؟ تجي الأهداف الإجرائية هنا،
الأشياء التي يمكن أن نحقق فيها الداعية والمعلم المتميز ونحو ذلك هي قضية أخذ دورات. كم عدد الدورات؟ 6 دورات لابد أخذها في السنة. طيب هذه الدورات إيش عناوينها؟ هذه عناوينها. طيب الدورة الأولى متى ستكون؟ ونزلها على جدول كامل لمدة سنة. لو أعطيكم صور لبيتي فجدول الذي أسير عليه عندي جدول لمدة 5 سنين موجود في المكتبة، موجود في المسجد، موجود في غرفة المسجد، موجود عندي في البيت واضح، ولم أصوره A4 مثل هذه، صورته A0 نصف هذه. تقول لي أسبوع الفلاني وضعت جدول ل5 سنين والله بالأسبوع والشهر والسنة، تقول لي 1436 2014 ماذا تريد أن تحقق في الأسبوع الثاني من الشهر الثاني؟ أقول لك كذا. الآن بعد 8 أشهر تنطلق الأكاديمية عندي، أكاديمية الأسرة. أمس الإخوة يرسلون لي رسالة يقولون نحن على قدم وساق في الانتهاء من الموقع، الناس تشتغل. بعدين احنا عندنا مشكلة إنه إما أن أعمل أنا أو لا يعمل البرنامج، مو صحيح ولا لا؟ ينبغي إخوان الكرام، الله عز وجل عندما قال وتعاونوا على البر والتقوى، هذه مسألة يعني مهمة جدا. لهذا ضع جدولك بهذه الطريقة، هنا أقول مثلا اليوم وتتضع الأيام ثم نوع العمل. في شيء يسموه البي ام بي، ما أدري أخذتموه من قبل ولا لا، اللي هو إدارة المشاريع، كيف تدير مشاريع، هذا مهم جدا. أخذ هذه الدورة لما أخذت لازم تأخذوها يا إخوة. بي ام بي يسموها دورة إدارة المشاريع، إدارة المشاريع هذا روعة. إذا أخذتم من شخص، إذا جاءت من شخص أصلا عنده تطبيق عملي عليها، يعني في بعض الإخوة ممكن أحضر لك وكذا، لكن في أشخاص عملوا على مؤسسات وشركات وطبقوا نفس البرنامج هذا بي ام بي. هذه أيضا من الدورات، والشيخ عاد ليتكم توصلوها للإدارة حتى يعني تخدم. قلة الزاد العلمي هذا واضح، تخرج من الجامعة خلاص عنده دبلوم انتهى، لا تقف عند حد معين، واصل. الأوقات المهدرة، الواجبات الضائعة بينه وبين المؤسسة التي يعمل فيها، ضعف الثقة بين الأفراد، كل ما تجلس مع واحد قال لك ترى انتبه من فلان، ترى كذا وترى عنده كذا، هذا خطير. هذا الكسل والراحة، عدم تحمل المسؤولية، الازدواجية في الشخصية، يسموه في علم النفس شيزوفي. ايش هذا؟ اي والله بومب وليس بي ام بي. شيزوفيرينيا يسموه في علم النفس، هو ازدواجية الشخصية، ان الانسان له اكثر من وجه، هذا يتعب، وجه في البيت، وجه في العمل، وجه في كذا. ينبغي الإنسان يكون واضح في حياته كلها ولا يحمل شيء على حساب شيء آخر. يقولون من عاش بوجهين مات ولا وجه له، من عاش بوجهين مات ولا وجه له، الناس ما تعرف أي وجه هو الحقيقي لهذا الإنسان. أخوة ناقصة، أحد الإشكالات عندنا أخوة ناقصة، يحبك صحيح لكنه ممكن يطعنك من الخلف، ممكن يغتابك، ممكن كذا، هذه ليست أخوة. من اغتاب أخا له وهو يحبه في الله فقد كذب في أخوته، تمام؟ لأن البديل عن الغيبة النصح، تعال يا حبيبي أنا والله ترى ألاحظ عليك كذا وكذا وكذا، والله لولا حبي لك وشعوري بأني أنا وأنت شيء واحد لما تكلمت معك. المجتمع المسلم أكثر ما دمره في هذه الفترة الغيبة، النميمة، كثرة الكلام من أحيانا أناس لا يزالون في أول الطريق الدعوي ويبدأ يتكلم في أعراض الناس. الحمد لله أحمي عرضي وعرض غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لما سألها عن عائشة في حادثة الإفك، قالت أحمي سمعي وبصري والله ما رأيت عن أم المؤمنين إلا خيرا، وذلك حفظتها لها عائشة رضي الله تعالى عنها. الاستعلاء أحيانا، الشعور بالكبر وأنه أنا أفضل من غيري، انفلات اللسان بالتعليق، بالكذب، بالغيبة، بأي شيء، ضعف الالتزام، إنه الإنسان مع زملائه ممكن تحسه يتماسك، لكن إذا رجع للبيت، إذا صلى لوحده مثلا صلاة قد فاتته ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء لا يكاد يخشع فيها بسرعة وكذا، لكن لما يكون مع إخواني تجد تلذذ. التعصب أحيانا، تعصب للقبيلة، التعصب للحزب، التعصب، هذا كلام كله ليس بصحيح. نحن أمة مسلمة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى بذمتنا أدنانا، والذي سيدخل في هذا المعترك لن يخرج منه أبدا. حب الناس والشعور بحب الخير للآخرين هذه علامة من علامات الإنسان المتميز. البخل، هناك بخل بالوقت، بالمال، بالجهد إلى غير ذلك، تمام؟ لهذا الآن سنجمع تبرعات إن شاء الله تعالى.
أنا أول واحد. يلا هذه 20 يورو، يلا من يزيد؟ أنا عندي في المسجد لما أتكلم مع الناس على إفطار صائم أول من يدفع أنا، والله شعرت أن الناس أن المبالغ تأتي وتزيد، لكن لما يأتي إمام المسجد يقول أيها الإخوة نحتاج تبرع، هو يجمع بس يلهف، جيوب تدفع وجيب واحد يبلع، هذا مو صحيح. أكثر مشكلة الآن توجد بين في الأعمال الدعوية، أخذ تبرعات لبناء مسجد، تتوقع يا جماعة كل المبلغ راح؟ أخذوا نسبة فيه. مرة جاني واحد في المسجد قال لي شوف ترى أنا عارف كل شيء، تفضل. إيش أعرف؟ الله أكبر. قال لي أنتم تأخذون مثل الجمعيات تأخذون 18% نسبة. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن أن أؤكل أولادي حراما؟ قلت لا خلاص أنا سأصدقك الآن، بس تعال بقول لك، أنا المسجد الآن بدأنا فيه في رمضان وعندنا مشاريع دعوية، دفعت أنت شيء؟ قال لي لا. قلت أنا دفعت من حسابي الشخصي لمسجدي 22,000 ريال، ما أريد لا وجهك يرحمك الله، أقصد وجهه هو، ولا أريد شيء أنا منك، أنت ما تدري عنها، لكن أنا أتعامل مع الله، هذا بيت الله عز وجل. ولذلك بحمد الله يعني مسجدنا من أحسن المساجد في مدينة الرياض على الإطلاق، فيه شيء لا يوجد في أي مكان، إن شاء الله تأتون. عمر بن عبد العزيز ادخلوا عليه اليوم في الإنترنت، اكتبوا معاذ اللوح، اللوح سترون المسجد من داخل. الآن أنا أنشئ في المسجد حديقة معلقة في السطح، في سطح المسجد. كل عام أنت بخير. هذا قارئ كان عندنا في شهر رمضان فسمي باسمه، بس مسجد عمر بن عبد العزيز عندي فيه ديوانية كما قلت لكم كلفتني 330,000، وفيها كافي في الداخل وأشياء كثيرة. إذا جئتم إن شاء الله في الرياض لا سمح الله استقبلكم هناك. لماذا؟ في لا لا تأتي أنت بفيزا، تعال تهريب. أيوة. هذا حتى بالعمرة، حتى بالعمرة تدخل أي مكان في السعودية. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. طيب مفاهيم دعوية خاطئة، حصر الدعوة وقصرها على فئة معينة. إذا كان الهدف واضح شباب ركزوا معنا، الجزائر معنا الله يرضى عليك، حصر الدعوة في فئة معينة هذا غلط. متى نحتاج إلى حصرها في فئة معينة؟ عندما نكون ضمن مؤسسة خلاص تصبح هناك فئات أطفال وشباب وفتيات ونحو ذلك ونركز عليهم. لكن عندما يأتي الإنسان ويدعو في مكان كبير جدا لا يركز فقط على المتميزين دراسيا أو كذا، هذا ليس بصحيح. نحن عندنا هدف كبير وهو هداية الناس، ثم إن ضاق علينا الوقت ونحو ذلك يمكن أن نركز على فئة معينة دون غيرها. الدعوة للنفس أو للمنهج وهذا ليس بصحيح، نحن ندعو إلى دين الإسلام، وهذه مواضيع أنا أعرف أنها شائكة وموجودة في المجتمعات الإسلامية وتنتقل أيضا للمجتمعات الأوروبية. نحتاج أن يكون لدينا وعي بمثل هذه القضايا، وأنه ندعو نحن ليس لمجموعتنا لحزبنا لنفسنا لكذا، إنما ندعو لدين الله. وكلما صفت النية في قضية الدعوة كلما بارك الله، بارك الله في إيش؟ في دعوتك وفي ثبات المدعو. لكن لما تكون البداية فاسدة، صفاء الابتداء أيها الإخوة له أثر كبير. ذلك يقول ابن عطاء الإسكندراني، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. الأمر الثالث أيوة الكتاب والسنة، تركتكم نعم بلا شك. هذا كده نحن ندعو دائما إلى هذا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ماشي يا إخوة. أنت تريد مكة صحيح، يمكن أن تذهب إلى مكة بالبحر أو السيارة أو الطائرة، الوسائل مختلفة، لكن في الأخير هو هناك هدف، هناك هدف واحد. فالمنهج كنهاية وهو هداية الناس، والمنهج كممارسة وأدلة شرعية ونحو ذلك أيضا واضح عندنا، واعتمادنا فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المنهج أيها الإخوة كأولويات، يعني في الشريعة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية مهمة، وهي البدء بإصلاح عقائد الناس. هذا المنهج الصحيح الذي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام وحرص عليه صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أنه بتدرج، بحكمة، بفترة طويلة أخذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم 360 صنم حول الكعبة، لم يهدمها في اليوم الأول، لكن كان يربي الناس حتى يهدموها بأنفسهم هم وليس بيده صلى الله عليه وسلم. فنحن أيها الأحبة في طريقة دعوتنا للناس، في الأمال الأشياء التي ينبغي أن نبدأ بها في دعوتنا للناس من إصلاح دينهم وعقائدهم ونحو ذلك. وذلك بعض الناس يقول قبة البرلمان أولى من قبتي، أولى من القبر، القبة التي على القبر، ليس بصحيح. وفي هذا موازنات يعرفها أصحابها، لكن إن جئنا على التأصيل الشرعي لمثل هذه المواضيع فنقول إذا اختلفنا في مسألة ما الذي يبدأ به الداعية، فلا شك أن أول ما يبدأ به الإنسان هو إصلاح دين الناس. بماذا؟ بالدخول في الناس. أنتم تلاحظوا الآن لما دخلت روسيا على كثير من الجمهوريات الإسلامية، ماذا فعلت الجمهوريات الإسلامية؟ هل استسلموا ولا كان تربية عن القرآن واللغة وغيرها في السراديب؟ لما انتهى الوضع، الجزائر أيها الإخوة ألم يخرجوا ويريدوا أن يحتفلوا ويأتوا بفتيات من الجزائر على المسرح بشكل غير، وخرجوا محجبات ونحو ذلك؟ لماذا؟ كان هناك عمل، فهم هؤلاء ما هي الطريقة التي يحافظ بها على المجتمع المسلم، وهو إصلاح عقائد الناس ودينهم والاهتمام بموافقتهم لأمر الله عز وجل وشرعه. أما الطرق التي تؤدي لإصلاح الناس وعقائدهم فأشياء كثيرة. أنت ممكن الآن تأتي بمقطع يوتيوب مثلا موجود وتضعه على سيدي وتجمع مجموعة من الشباب ويشاهدونه، نوع أسلوب من الأساليب. ممكن تأتي بدورة، تأتي بأي شيء، الأساليب اجتهادية يجتهد فيها الإنسان، المهم أن تكون الوسيلة مشروعة حتى تكون لغاية أيضا مشروع. الأمر الرابع أن الحق يتعلق بالأشخاص. هناك مفهوم خاطئ عند بعض الناس أن الحق يتعلق بالأشخاص. نحن أيها الأحبة أهل السنة والجماعة لدينا قاعدة أن الحق أن الرجال يعرفون به وليس الحق يعرف بالرجال. لماذا؟ لأن كما قال عبد الله بن مسعود اقتدوا بمن فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وليس معنى هذا أننا لا نقتدي بالحي، بل نقتدي به فيما وافق فيه شرع الله عز وجل، وأما ما خالف فيه شرع الله فنطرحه جانبا. وليس معنى اطراحه إذاؤه والكلام عليه وانتقاصه فهذا ليس بصحيح وليس منهجا شرعيا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أو غيرهم. إذن نحن أيها الأحبة الحق الأشخاص يقاسون بالحق وليس الحق يقاس بالأشخاص. الأشخاص يخطئون ويصيبون، حتى الميت منهم يحصل منه أخطاء. نحن في الحقيقة يدخل إلينا من هذا الباب أمور كثيرة جدا، ونفتقد دعوتنا ونفتقد أخوتنا بسبب هذا الموضوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال صدقك وهو، واللي صدقك من؟ الشيطان. ومع هذا أخذ منه هذه الفائدة، والله يقول وهو أصدق القائلين ولا يجرمنكم شنآن قوم على اعدلوه أقرب للتقوى. والحكمة ضالت المؤمن أنه وجده فهو أحق بها. عندما يكون عند الإنسان مثل هذا الوعي فإنه سيستفيد من كل أحد، ويكون لديه فلتر لمحاكمة أي قول. وهذا الفلتر ليس فلتر شخصي دافعه التعصب ونحو ذلك، إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مريح لنا كأشخاص نعمل في حقل دعوي، نعمل في بلدان مفتوحة فيها حرية واسعة، ويتكلم الإنسان بما يشاء. يا أيها الدعاة، يا أيها المعلمون، يا أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، ارحموا أنفسكم، لنرحم أنفسنا في هذه القضية بالذات، وهي أن الإنسان الذي أراد الله به خيرا يوفقه العمل، والإنسان الذي لم يرد الله به خيرا نفقه فقط الأقوال، قول وكذا وكذا. نحن لا نريد هذا.
الحقيقة ضاعت علينا أعمار كثيرة وأموال وأشياء كثيرة في ردود وفي 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 وفي. إذا أراد الله بقوم شرا تمام أشغلهم بالجدل ونبقى نحن في جدال. الحكمة ضالة المؤمن، نحن نأخذ الحكمة من كل أحد. بالله عليكم، هل يمكن لإنسان يدعي الإسلام ويقول أنا مسلم ويبيت وقلبه ممتلئ حقدا على آخرين من المسلمين؟ ليس بصحيح هذا. فالحق لا يتعلق بالأشخاص. أيضا من الأشياء أن الحق يتعلق بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بعض الإخوة إذا صار في منطقة دعوية معينة مثلا لوحده قال والله يا أخي يئسنا وهذا العمل. هذا هو الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به وببلال ولا لا؟ والآن ما شاء الله أمم، مليار و600 مليون. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في المنة على النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا. إيش معناها؟ ما هو معناها؟ بسم الله. وجدك ضالا إيش يعني؟ أيوة أيوة تمام. أو الحمد لله تفضل. الله، كيف؟ ما الدليل على هذا؟ يقول الحموي في كتابه ثمرات الأوراق، كتاب أدبي جميل، ثمرات الأوراق الحموي، قال تقول العرب للشجرة الوحيدة في الصحراء شجرة ضالة، وجدك ضالا بلا أتباع فهدى الناس إليك. وهذه منا من الله عز وجل. يعني هذا المركز مثلا قبل 20 سنة يمكن أحيانا ما له وجود، صحيح؟ انظر لهذا الخير، والله هذا يشرح النفس. أنتم ترى ما تشعروا بهذا مثل ما نشعر به نحن. نحن نخرج من عندكم نبكي دما على مثل هذه الأيام الجميلة الرائعة التي عشناها هنا، لأن نرى عالمية الإسلام وكيف أناس في مثل هذه البلدان محافظين على دينه، مو أناس في بلدان إسلامية. والله عندي ناس في الحي والله ما يدخل المسجد ولا يصلي. والله إن أحد الإخوة دخل مصاب بالسرطان في مستشفى عمره 60 سنة، والله لا يعرف الوضوء. وأعرف جاء أنا أعرف العائلة وأعرف الأخ الذي حدثني أخ طارق، وقال لي والله جينا نقول له صلي، قال والله ما أعرف أتوضأ. فكونك أنت في بلد مثل هذه البلدان حافظ على دينك تمسكك هدايتك، ولا يضيع عمرك في فلان وعلان ومدري إيش. هذا ليس بصحيح. الحق لا يتعلق بالكثرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يقول أحد السلف أهل السنة واحد ولو على رأس جبل، والنبي وليس معه ولا واحد. فلا تيأس. دعوت في مجتمع من المجتمعات ما في، ابحث عن بيئة أخرى. الله لم يرد بهم خيرا هؤلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن مكة بيئة غير صالحة، انتقل مباشرة إلى الطائف، ثم انتقل المدينة. أن الحق يتعلق بالذكاء والفطنة، وأنه كلما كان الإنسان ذكي وفطن فإنه يحرص على دعوته والاهتمام به. أو كلما كان ذكيا كلما كان الحق معه. وذلك ماذا قالوا؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أعراضين. طيب إيش تبغون؟ قالوا إذا تبغى نقول أن الحق معك، ها مين أتباعك؟ لكن والله إن هرقل أعقل من كفار قريش. ذلك هرقل لما في حديث أبي سفيان في كتاب بدء الوحي ماذا قال؟ قال أيتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاء الناس. قال فكذلك أتباع الأنبياء. يستقرئ التاريخ أن أتباع الأنبياء ليسوا تمام علية القوم. فلهذا أيها الإخوة، نحن عندما ندعو إلى الله عز وجل ويأتينا أناس، هؤلاء هم بركة هذا اللقاء والاجتماع. أن الحق يتعلق بالعلية والكبرى، وهذا أيضا ليس بصحيح. طيب، حتى لا يسقط الدعاة والمدعوين. ظاهرة السقوط قديمة وهذا صحيح. فكثير ممن ذكروا في التاريخ تمسكوا بشرع الله ثم سقطوا. عندنا السامري كان مؤمنا بموسى، واسم السامري موسى، ها؟ وذلك قال الشاعر وموسى الذي رباه فرعون مؤمن وموسى الذي رباه جبريل كافر. لأن هذا السامري يذكر في بعض الروايات الإسرائيلية أن جبريل كان يعتني به، ومع هذا كفر بموسى وصنع العجل، مع أنه أقرب الناس إلى موسى بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت هزة للناس. شوف متى تعرف الناس وتعرف دينك وثباتك؟ في الفتن. لهذا لما حصلت حادثة الإسراء والمعراج كانت قاتلة الحقيقة. الشيخ دور لك كرسي، أنا كذا أتضايق.
إذا في كرسي عند الأخوات ماشي يا إخوة. بس لا موجود خلاص. جزاك الله خير، أحسنت. أيوة كذا تريحني أصلا. قال ابن عباس رضي الله عنه: إني لأرى الذباب على وجه أخي فيشق علي، من حبه له يشق علي. الرجال جالس كذا مسكين، ولا واحد قام بس يجيب كرسي، الصبورة تبغى مسح ولا أحد يقوم يمسح ولا مو الآن بعدين إذا احتجنا. أخي إيش هذا؟ أنا بخلي الصبورة عند الأخوات تمام يمسحوها. ثم في حدث الإسراء والمعراج ارتد أناس. الصحابي الذي ارتد بعد الوحي من كتاب الوحي ولفظته الأرض عند الروم. السقوط سقوطان، في سقوط جزئي، والمشكلة أن الإنسان يبدأ أصلا بهذه الطريقة، أنه يبدأ يفقد الجانب الإيماني عنده، يضعف، يدخل في بعض المحرمات اليسيرة ويتساهل بها تمام. ثوبه القصير أصبح طويلا، يتساهل في الحديث مع النساء، وإذا كان العكس فالعكس أيضا، حتى يقسو قلبه. فإذا قسى قلبه جاءت قاصمة الظهر بعد ذلك وضاع. ولذا أيها الإخوة الأفاضل الكرام والأخوات الفاضلات، مهما حصل من إخوانك معك من تهميش، من تمييز، من جفاء، من قسوة، لا تخرج عنهم، خاصة في مثل هذه البلاد. عندما يكون الإنسان لوحده، أنت ما دمت تعيش في مجتمع لا بد أن تتعرض للأذى، لا بد. والذي يخالط الناس ويصبر، معناه في أذى كما ذكرنا لكم في قبل يومين، ويصبر على أذاهم، اصبر على أذى إخوانك من أجل مصلحة أعظم. قال: وهذا من البلاء. ثم سجر به التنور. ما هي أسباب السقوط؟ أشياء كثيرة. أولا المحضن، إما أن يكون المحضن ضعيف الذي هو فيه ولا يملأ رغبته، عدم وضع الفرد في المكان المناسب، وهذا صحيح. أحيانا هناك شخص ليس لديه خبرة في توظيف الطاقات، ومن ثم يوضع إنسان في مكان غير مناسب له فيمل من المكان الذي هو فيه فيخرج. عدم توظيف كافة الأفراد في العمل، تجد أن العمل على 2-3-4 والبقية. ولهذا أنتم كمعلمين استخدموا الوسائل العلمية المعروفة، ورش العمل. في اليابان عندهم طريقة عجيبة جدا. أول شيء في اليابان عندهم شيء اسمه جوكو، مر عليكم جوكو؟ ها؟ جوكر، هذا إيش أكله؟ يعني بسطيلة. أنا هذه لم أرها إلى الآن، ها؟ بس ما أدري متى، ما رأيتها والله. يبدو أن رؤيتها، ها؟ يا الله يهديهم. بس مو الإخوة، الأخوات هم ال. الله يهديكم. بس أيوة، في ثلاث فوائد في أنا ألقيت محاضرة اسمها مقارنة بين شاب سعودي وشاب ياباني، ألقيتها في جدة، ووصلت درست المجتمع الياباني، وكان عندنا طلاب من اليابان في الجامعة، وقرأت أيضا كتابات السفراء الذين زاروا، من ضمنهم السفير الأمريكي. السفير الأمريكي في اليابان مبهور باليابان. لكن الشاهد استوقفتني ثلاثة أشياء. عندهم التعليم الابتدائي، عندكم أنتم ابتدائي ومتوسط وثانوي هكذا. إذا واحد رسب في ثاني ابتدائي رحمك الله، مثلا الفصل فيه 30 طالب، واحد منهم رسب، الأصل أنه 29 ينتقلون للفصل الثاني ولا لا؟ لا، يدرس هذا الشخص حتى ينجح ثم ينتقلون مع بعض. ها؟ لابد أن ينجح. وكل فصل دراسي يعطوهم حديقة خاصة بهم يزرعون فيها الأشجار والورود ونحو ذلك. عندهم مدرسة اسمها جوكو. جوكو تعتني ببناء القيم والآداب في الأطفال قبل دخول المدرسة. يعلموا كيف يتعلم مع كيف يتعاون مع المدرس وكيف يتعامل مع كذا. أعجب شيء رأيته جامعة الهواء. جامعة الهواء، نعم اسمها الهواء. في اليابان غيروا المناهج الدراسية. الذي يتولى تدريس الطلاب في اليابان هم الأمهات. لما تغيرت المناهج الدراسية أصبح الأمهات ما يعرفوا المنهج الجديد،
فقاموا اليابانيون وجاءوا ب3000 دكتور عضو هيئة التدريس لتدريس الأمهات المناهج الجديدة حتى يدرسوا أولادهم. لا 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 لا، جامعة مستقلة اسمها جامعة الهواء، تذهب الأم تتعلم المناهج الجديدة حتى تنتهي منها ثم بعد ذلك تذهب لله. هذا شيء عجيب يا إخوة، يعني هذه الأشياء نحتاج نستفيد منها، عدم متابعة الأفراد. قلنا لكم أيها الإخوة أن الإنسان يضعف عندما يكون لوحده، عندك أنت طلاب يجعل لهم مجموعة في واتساب يشتغل هنا في الـ ولا لا هاندل، تعرفون الواتساب هكذا. عدم حسم الأمور بسرعة، وهذا مهم جدا. هناك بعض الناس إخوان الكرام، أقصد من المستفيدين، حار ولا يعجبه أن تكون الأمور معلقة، وأحيانا قد يكون عند الشخص المتربي مشكلة وتظل في أروقة الاجتماعات من اجتماع إلى اجتماع حتى يقع الفأس على الرأس. هناك بعض إشكالات مثل الإشكالات الجنسية قد تحصل من بعض الشباب كتحرش مثلا ونحو ذلك، هذه الأمور لا ينبغي أن تتركوها ولا ينبغي أن تترك هكذا معلقة، لا بد من حسمها في أسرع وقت ممكن. فهناك بعض الأمور عندما لا تحسم تتأصل في هذا الشخص حتى تأتي الضربة القاضية. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإشكالات ما يتأخر فيها ويقول مباشرة لبلال اجمع الناس، ولما حصلت إشكالية سمع عنها مباشرة قال ائتوني بأبي ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر. أي نعم، لكن أحيانا بعض البيان يحتاج إلى تأخير لا بأس به، وأحيانا بعض البيان لا يمكن أن يظهر على الناس. لذلك لاحظوا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال يا أيها الناس من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، على المنبر إيش حصل؟ قال فكاد الناس أن يقتتلوا في داخل المسجد. ولهذا الأمور العامة لا ينبغي أن تذكر على العامة حتى لو كانت منتشرة عند العامة، تحتاج إلى استشارات خاصة واتخاذ قرار فردي. لكن أحيانا الرأي عام لا ينبغي مثلا، أو أحيانا موضوع لم يسمع به إلا شخص شخصين ثلاثة، يجي واحد يمسك الميكروفون ويقول كذا. الأخ اللي قال لي 18% نسبة، لو رحت ومسكت الميكروفون وقلت والله يا إخوة بعض الإخوة يقولوا كذا، هذه فضيحة. صحيح، دائما هناك منكر من الحكمة أن يحصر في دائرة ضيقة جدا. ولا نفس الشيء إذا هنا أكثر شيء يحرص عليه الإنسان صغير وكبير في الدنيا هو ماذا؟ سمعته. سمعة الإنسان هي رأس ماله، فلا يحب أن تخدش. لذلك تجد بعض الإخوة إذا حصل موضوع ما لشخص من الأشخاص في حقل دعوي ماذا يفعل؟ يروح يستشير فلان فلان وفلان وفلان، فيكتشف الشخص أن الناس كلها جالسة تعرف ولا لا. وهذا ليس من الحكمة وليس من شرع الله عز وجل، بل من أسباب علاج المشاكل وحصرها أنها تكون في دائرة ضيقة. ثم يسأل عن الشخص الذي يستشار، بعض الإخوة ما شاء الله لسانه مفلوت، فأنت تستشيره وإذا بها واصل برلين، فيبحث أيضا عن شخص وليس كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ذهب إلى بريرة وذهب إلى علي وذهب إلى أسامة وذهب إلى حفصة، باقي 7 نساء لماذا لم يذهب إليهم؟ ما ذهب إليهم، ولماذا حفصة بالذات؟ لأنها كانت تساميها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي إن قالت الحق فهو الحق الذي ليس بعده حق. لأنه لما يأتي واحد قرين ويقول إنه هذا الإنسان فيه كذا، ولهذا قال الذهبي الكلمة المشهورة عند الإخوة كلام الأقران ولا سنتم. الأقران لا تسمع منهم كلام. ابن إسحاق كما ذكرنا لكم يقول عن مالك دجال من الدجاجلة، ومالك يقول عن محمد بن إسحاق كذاب. ومع هذا وسفيان الثوري عاد بينه وبين أبي حنيفة مجموعة، يعني أشياء كثيرة في التاريخ الإسلامي. ماذا يفعل الإنسان فيها؟ أول شيء يغمض بصره عنها. لما جاء لعمر بن عبد العزيز وقاله يا أمير المؤمنين حدثنا عن حادثة الفتنة التي بين الصحابة، قال تلك ذلك أمر قد كف الله أيدينا عنه فلنكف ألسنتنا عنهم. بعض الإخوة وكالات إعلام، يحصل مشكلة في برلين في بروكسل في مدري إيش في شاتو شانو في باريس، تجده كل ما جلس مع الإخوة سمعت إيش صار أمس،
هذا دليل على نقص العقل، لأن يقول العقول الصغيرة هي التي تهتم بالأحداث اليومية، العقول الكبيرة دائما تناقش ماذا؟ يقول العقول الكبيرة تناقش الأفكار، تمام؟ العقول الصغيرة تناقش المتوسطة، تناقش الأشخاص، العقول الصغيرة تناقش الأحداث. أنا ما الذي يهمني أن في حادث سيارة حصل في الليل؟ ما الذي يهمني بهذا؟ نحتاج فعلا ذلك. قالوا في شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما قط، لا يعيب، قالوا لأن وقت رسول الله محترم فلا يضيعه في انتقاد طعام، وهذا هذا منهج الشرعي يا جماعة. وقتنا ثمين، ليس معنى هذا أن الواحد ما يرفع عن نفسه، حتى ما يفهم هذا الكلام على غير وجهه، لا، الشريعة كل متكامل، لكن نحن نتكلم على زاوية معينة. الصراعات الداخلية أحيانا، صراعات داخلية داخل المؤسسة، داخل كذا، تهميش مثلا شخص معين، حصول بعض الإشكالات في الداخل بين بعض الأفراد، كل هذه تؤثر على العاملين. عدم أهلية القيادة أحيانا قد تكون سبب من الأسباب أن الناس تنفر. الناس دائما تريد رجل حازم، تمام، والحازم يحتاج معه صفة أخرى وهي راحم أيضا، تمام، لأنه جزء من 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 عقل الإنسان المرونة أنه يصير مرن غليظا. لكن ليس معنى فوضوي، أنه بعض الناس أيضا فوضويين، فيريد حتى الشخص المسؤول عن المؤسسة يكون مثله. بالعكس، قسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. أحيانا نحتاج إلى، ليس إلى قسوة، إلى حزم، بحيث أن هذا القرار خلاص يا إخوة توكلنا على الله ونمشي ونسير فيه. قد يأتي في الأخير في الطريق، في منتصف الطريق، أنه خطأ، ما في إشكال، لأن هذا بشر وليس معصوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلوا مثلا من أمرهم ما استدبروا ما خرجوا في أحد، صحيح، وقتل 70 شخص، لكن هو قدر الله، ولكن كان درس أحد أعظم من درس بدر، أليس كذلك؟ وما أصابكم من مصيبة فبما ويعفو، هذا الكلام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فبإذن الله بمعنى أنه أحيانا قد تتخذ القيادة، يتخذ الشخص المسؤول رأي ويكتشفون خطأه في منتصف الطريق، لا بأس، هم بشر. ولكنهم أخبر عنهم مثل هذا النوع النبي صلى الله عليه وسلم، دقيقة، من اجتهد وأصاب فله، ومن اجتهد وأخطأ، يعني في الأخير كلهم في دائرة الأجر، أليس كذلك؟ فلماذا نحن نجعلهم إلا وزر؟ لا شك أن هذا ليس من العقل. تفضل حبيبي. أيوة، بلا شك، هو لا يحمله الأخطاء، هو سيتحمل الخطأ بنفسه، لكن احنا قلنا بلا شك، واحنا قلنا أنه في العمل المؤسسي تكلمنا عليه في العاملين، أنه جزء من هذا ميزة العمل المؤسسي أنه آراءه موضوعية وقابلة للنقاش وما في أحد، لكن في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تحتاج أن تتخذ قرار سريع، لا تستطيع، في بعض أمور غير قابلة أيها الإخوة لل يعني الأخذ والعطاء فيها، ولا بد أن تجزم سريعا. لهذا نحتاج في تعاملنا مع بعضنا البعض إلى رحمة، إلى إعذار، إعذار، وأن يكون الهدف الأساسي هو إنجاح السفينة في هذا اليم الهائل من الفتن والمشاكل وغيرها. لنحذر أيها الأحبة، وأنا أخوكم الذي يحبكم، لنحذر من تقديم الحظوظ الشخصية على أنفسنا، وليراقب كل إنسان لسانه والكلام الذي يخرج منه على جمعية أو مؤسسة أو على شخص أو نحو ذلك. دائما دائما انظر للجانب الخير في الناس، وقلنا إنه في ذبابتين، عينين ذبابة وعينين إيش؟ أنتم إيش؟ أيوة ضروري، وليس ديناصورات. طيب، هناك أسباب تتعلق بالفرد نفسه، طبيعة غير انضباطية. بعض الأشخاص نفسهم قصير أصلا، ولا يمكن أن ينضبط في أي عمل من الأعمال، هكذا تربيته الأساسية. لهذا عندما ترى شخص غير منضبط ومتزوج وعنده أولاد وكذا وجاءك يشتكي إليك، أنت لا تنظر إليه وهو عمره 47 سنة، أنت انظر إليه وعمره 7 سنوات، لأن 47 سنة هي نتيجة التربية السابقة التي عاشها في بيته،
وهذه قضية مهمة يا أخوة. لذلك أظنكم أخذتم كلكم دورة العلاج بخط الزمن. العلاج بخط الزمن خذوها، هذه جيدة تنفعكم كثير، خاصة من يريد حل مشاكل الناس. هذه فيها فائدة، تعرفون ما هي؟ عندك إنسان عنده مشكلة، تأتي بها ويجلس أمامك، تمام؟ ثم تبدأ بتطبيق برنامج معه، برنامج خط الزمن، حتى تصل معه على النقطة المظلمة في حياته التي سببت له كل هذه الإشكالات. إحدى الأخوات ما كانت، أو أحد الإخوة ما كان يحب قضية الزواج ولا يريد يتزوج. لماذا؟ لأنه حصلت له مشكلة تحرش جنسي في فترة مبكرة من حياته، هذا هو السبب. فلذلك الإنسان أيها الإخوة الذي أمامك عمره 45 سنة 50 سنة هو في الحقيقة كتلة من الأسباب والمسببات وكل شيء منذ الصغر إلى اليوم. شخص كان يكره أمه ويكره البقاء في الحياة ويحاول ينتحر أكثر من مرة، عالجه بخط الزمن، طلع إيش؟ وعمره 5 أشهر في بطن أمه حصلت مشكلة بين الزوج والزوجة، فبدأت تضرب بطنها حتى يسقط، سجل جلده الداخلي ها كره أمه له. ولذلك لما جاءوا فعلا بحثوا في الموضوع وقالوا لابد أن يكون هناك سبب، سألوا الأم قالت نعم عمره 5 أشهر فعلت هذه الطريقة. فشعر هو بأنه إذا كان القرآن، الآن القرآن يؤثر في الجنين وهو في السن، إذا كان الماء إذا قرئ عليه كتاب الله عز وجل أيضا يتأثر. فلذلك هذه دائما الطبيعة غير الانضباطية، هي تؤثر البيئة الأسرية، البيئة المجتمعية، البلد الذي هو فيه. هناك بعض البلدان الآن، البلاد العربية فقدت الحقيقة خصلة ليست كلها ولكن أكثرها، وهي القيمة الجمالية. أنت من الصباح إلى المساء ترى يعني حفار وترى حفريات وما أدري إيش، كل هذا يؤثر على الداخل. الخوف على النفس والرزق، بعض الإخوة عنده خوف رهيب جدا، أخاف يا أخي أدخل وأمن مباحث وما أدري إيش، وإذا ذهبت في البلد لابد أن أدعو بطل. مو صحيح، الأصل في الدعوة الجهرية، الأصل في الدعوة أن تكون جهرية، والسرية هي حالة خاصة يستدعيها الزمان والمكان، قد يحتاجها الإنسان. في قبل كم سنة في أيام كان الاتحاد السوفيتي قمة في إيذاء المسلمين في تلك الجمهوريات، ما يمكن أحد يقول قم يلا يلقي محاضرة، يكون هذا ليس من العقل، ليس كذلك؟ ولهذا بعض الأشخاص خوفا على نفسه وعلى رزقه وعلى أولاده ونحو ذلك، وأقصد خوف مبالغ، فرق بين خوف مبالغ وبين خوف حقيقي وواقعي غير مبالغ فيه. ولهذا لما قالوا لي علي بن مديني في قضية الإجابة في خلق القرآن، عتب علي بن مدينة على مجموعة من التابعين أو من الناس الذين في زمنه أجابوا في حدث خلق القرآن. لماذا؟ قال لم يضربوا إنما هددوا، وفرق بين التهديد وبين الضرب. الإمام أحمد ضرب رحمه الله ورضي عنه بخلاف غيره. فبعض الأشخاص عنده خوف غير مبرر مبالغ فيه، فتجده يحجم، والخوف سبحان الله إذا دخل في قلب الإنسان يجعل كلامه منضبط أكثر من اللازم، تمام؟ وتصرفاته أحيانا، نعم لست بالخب ولا الخب يخدعوني. وأيضا الإنسان لا يلقي بنفسه في التهلكة، لكن من التهلكة أن يلقي الإنسان في نفسه في عدم الدعوة إلى الله عز وجل. وخافوني إن كنتم، تفضل. أيوة تمام، مختلف أصلا. لذلك لما قالوا للصحابي بيّن لهم أنه في المعركة كيف كانوا، ونزلت الآية بناء على هذا. التطرف والغلو، بعض الأشخاص أصلا صفته حارة. ولذلك رأيت كثيرا من الإخوة الذين عاشوا في أول استقامتهم تطرفا وغلوا، اليوم على العكس تماما. أحد الإخوة كان عندنا يذهب حتى إلى محلات بيع أشرطة الفيديو السيئة ها وبوم، تمام؟ الآن يدخن وترك كل الاستقامة السابقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية، هذا ليس دين الله. قتل الناس، وتجد أحيانا بعض الأشخاص ممن يعني مسخت قلوبهم وعقولهم في بعض الأحيان يقتلون المسلمين بالصواطير، صحيح؟ الإثخان في الكفار يحصل في أرض المعركة، صحيح، لكن أحيانا مقطع ومشهد لرجل مسلم لرجل كافر
ويقتل أمام الناس وينشر في مقاطع يوتيوب نحو ذلك، أي أثر سلبي سيقع في قلوب غير المسلمين؟ يعني فعلا نحتاج إلى حكمة في هذا الموضوع. نحن الآن لسنا في أرض معركة ونقول والله هذا أمام هذا فتثخن. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان معركة معهم في بدر، لكن هذه التصرفات أيها الإخوة نحتاج فعلا أن ننتبه لها. شخص عنده تطرف وغلو يقابله تساهل وترخص، بعض الناس ما شاء الله أموره كلها سمحة، علاقة مع النساء أحلى حلاوة، تمام، يتكلم مع كل أحد، يقول أحدهم إن أحدكم ليتحدث مع المرأة الأجنبية عنه كأنه قد أشهد عليها أبا هريرة. لماذا؟ لأنه أنا لما كنت أدرس الفتيات في الجامعة لاحظت نفسي أنه لما بعد الفصل الأول أمور طيبة، الفصل الثاني أشعر بي أي ابتسامة، قلت يا رجل انتقل للرجال فإنه لا يعدلهم شيء. لماذا؟ لأن كثرة الإمساس يذهب الإحساس، صحيح؟ فلذلك إن رأى الإنسان في نفسه نوعا من التساهل والترخص في بعض الأشياء، مشروب أو مأكول أو علاقات أو نحو ذلك، ليضبط هذه الأشياء، هذه وهذه ضابطها شرع الله. دقيقة بس، الغرور وحب الظهور، هناك نوعيات من الناس، إما أن يكون رأس وإما أن لا يكون شيء، وهذا ينبغي أن يراعى، أن يراعى. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، تعطيه شيء بس يشعره بقيمته. مرة كنت ألقي دورة، وهذه إن شاء الله أعيدكم بها إن شاء الله، الوقت الذي تريدون، وقف عليكم، لا لا، أنا عندي 5 دورات أقدمها لكم في 5 أيام وأعطيكم شهادة دولية فيها معتمدة وموقعة من الجهة التي وهي من أروع الدورات التي يعني يأخذها الإنسان. وأنا مدرب مدربين في السعودية على الحوار، عندنا الحوار الزوجي والحوار مع الأبناء والحوار مع غير المسلمين والمهارات التواصل في الحوار وغيرها، 5 دورات وفيها حقائب تدريبية، وإن شاء الله إذا اتفقنا مع الإخوة مليان عندي في اليوتيوب، بس اكتب علي الشبيلي يخرج لك الجن الأزرق. الغرور وحب الظهور، كيف نستفيد من هذه؟ أنتم كمربين كمعلمين انتبهوا للطلاب الذين أمامكم. قلت لكم مرة ألقيت دورة وآذاني شخص أذى عظيم في أثناء الدورة، كثير التعليق وما أدري إيش، شيخ والله ما أدري هذا الكلام. طبعا عندنا احنا أساليب الإسكاتي، ها، بهدوء من غير ما يشعر، تمام، بس نمسح بالأرض، ها، بس بهدوء حتى هو في الأخير يسكت بروح دورة المياه، روح لا ترجع ما في إشكال. لكن يقول ابن عباس عرامة الصبي دليل على كبر عقله، يقول كثرة حركة الصبي دليل على كبر عقل الإنسان، جميل. فلذلك ليس كل إنسان نشيط تحرك ويعترض ليس شخصا سيئا، ولكن أحيانا في بعض الأشخاص عنده نوع من الشخصية يسموها النرجسية، النرجسية شخصية متكبرة تشعر بأنها أفضل من كل أحد وأفضل من كل الناس وأفضل من كل المسلمين، ولو عرف الناس قدرهم لما فعلوا هذا. يقولون كان هناك قائد وعلى الخيل وماشي في الاستعراض والناس وراءه وأناس على اليمين واليسار يستقبلونه، فماذا قال؟ جاءه واحد من الجنود ومسك اللجام وقال سيدي، قال نعم، قال تذكر أنك إنسان، تذكر أنك، قال لم تعرفني، وقل واحد أمير آخر كان يمشي قال لا أعرفك، أولك نطفة نذرة وتحمل في بطنك آخر شيء هو حمام فرنجي اللي يأكل بسطيلة ولا كسكسي ولا فدري إيش، كل آخر شيء واحد. يعني لماذا صحيح لماذا الإنسان يشعر نفسه بهذا الكبر؟ في فرق بين احترام الذات والشعور بأنها لها قيمة، ها؟ لأن هذا يدفع الإنسان للعمل وعدم، لأنه أكبر شيء يصيب الناس الفقر المعنوي، أن تشعر بأنك لا قيمة لك، هذا دمار. لا تشعر أنت مسلم، أنت مسلم يكفي هذا أن تكون مرفوع الرأس، ولا تهنوا وأنتم، هذا الآية قيلت متى؟ قيلت في أزمة للمؤمنين أصلا ولا لا؟ بعد أحد دمار أصابهم، الغيرة من الآخرين هذه خطيرة جدا. ولذلك
كل إنسان، كلها كل من ألفاظ العموم صح؟ كل إنسان يغتاب الناس، فأحد المحركات الكبرى له الغيرة من الآخرين. أيوة بلا شك يغير عليهم، ليش هذا وأنا لا؟ لماذا يعطى وأنا لا؟ وما حرم الله عبدا من خير ينبغي أن يكون فيه إلا بذنب بينه وبين الله. لا تنسوا هذه. أحيانا عمل لا يصلح له إلا فلان ويصرفه الله عنه، لأنه في نفس يوم الاجتماع ها ارتكب ذنبا بينه وبين الله. وهذا موضوع نحتاج أن ننتبه له. خير كثير يصرف بسبب المعصية. تجد العمل الدعوي، لأن هذا العمل الدعوي سيرفعه عند الله، متجه إليه وفجأة ينحرف إلى شخص آخر. قد يكون الشخص الآخر أحب إلى الله منه. أي سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ويحبه الله ورسوله، يقول عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ. والصحابة بأتوا الليل، بس كل واحد يفكر ليتني أخذها. ليش؟ مو عشان مال ولا عشان رجل يحبه ويحبه. يجتمع الصحابة وينتظروا مين يا جماعة من سيأخذ هذا؟ أين علي؟ قالوا به رمد يا رسول الله. قال أتوني به. ويبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم ويمسح على عينه، أنفذ على رسلك، تمام، ويعطيها الوصايا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا يأتي الخير لمن لا يتوقعه بسبب صلاح بينه وبين الله. ماشي إخوة؟ الذي يليه، أسباب تتعلق، أسباب خارجية، ضغط المحن. في الحقيقة ضغط عالمي الآن كبير جدا على المسلمين نحو ذلك، كنتم تلاحظون. يمكن الآن بدأت الأمور تخف نوعا ما، وبلد عن بلد، حتى في بعض البلاد العربية يعني السجون مليئة. قابلت بعض الإخوة اللي كانوا مسجونين في أيام الزعيم المعمر، يعني تصوروا في أحد السجون كان الإخوة يمشون هكذا 12 سنة. نعم 12 سنة، 12 سنة ومسجونين. كم من الإخوة، أحد المشايخ هنا أخبرني أنه قابل بعض هؤلاء الأشخاص أيضا في أثناء سجنهم. إذن في محن، في بلايا، لكن يا جماعة نحن في الأخير قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى من المحن ما الله به عليم. وإحنا شوي بس الواحد قال خلاص وجب الجلوس في المنزل، تمام. وبعض الإخوان رأيتهم خلاص ثوبه كان قصير وإذا به اليوم الثاني يا الله يخادعون الله. ضغط الأهل والأقارب يحصل هذا، خاصة بمن المسلمين الجدد يحتاجون إلى من يقف بجوارهم في الأيام الأولى بتثبيتهم وحرصهم على الخير نحو ذلك. ضغط البيئة التي يعيش فيها من أصدقائه وزملائه والعمل الذي هو فيه، ضغط الوجاهة. يعني أبو طالب على وشك يسلم، لكن ماذا قال؟ وجاهته أصلا عند قريش، قال أتريد أن تتحدث العرب أن أبا طالب يعني أسلم خوفا وكذا؟ خاف على وجهته. أبو جهل لما قال له لماذا تسلم أبو جهل وأنت تعرف أنه حق، قال كان في أبي طالب الرفادة وفينا السقاية وفيهم كذا وفينا كذا، فلما جاءوا بنبي من أين أتي بنبي؟ فهم يعرفون ذلك. كان في الليل إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجده في بيته ماذا يفعل؟ يفعل الأسود والأخنس بن شريق وأبو جهل يستمعون وراء لماذا؟ لأنهم يعرفون أداء القرآن، يعرفون أنه ليس مثل شعرهم ولا مثل كلام امرئ القيس ولا النابغة ولا فلان ولا فلان، هذا شيء من الله جل جلاله. إذن هذه أسباب خارجية تقع أيضا على الإنسان. نمر عليها مرور سريع. أمام هذا أيها الإخوة قضية السقوط، يحتاج الإنسان أن يعتني بنفسه من خلال التربية الذاتية، وهي التدرج بالنفس حتى تبلغ كمالها من خلال الانخلاء من الجاهلية. بعض الإخوة يتوبون وهم مغنين ويخلي العود بس، أو يخلي سيدي واحد. بعض الإخوة عنده علاقة مع فتاة مثلا، تمام، يمسح كل شيء إلا رسالة واحدة، عشان لو جاءت يوم من الأيام يتذكر في رسالة في كذا. أبدا. من مميزات الصحابة كما قال شيخ الإسلام أنهم خلعوا على عتبة الجاهلية، خلاص الجاهلية بكل ما فيها، وإذا تذاكروها شكرا لله على النعمة التي هم فيها، تحقيق العبودية لله تعالى، الالتزام بالإسلام. عندما نقول الإسلام نقصد الظاهر، ما
فينبغي الإنسان يعني يعرف شرع الله عز وجل ثم لا يقوم به. العلم والعمل أيضا، العلم يا إخواني مثبت للإنسان، مثبت الإنسان على طريق الحق. ما هي التربية أيها الإخوة التي أيضا نريدها ونريد أن نتعامل بها مع الأشخاص الذين هم تحتنا؟ عملية تأثير متواصل تحدث تغيرا أو تغييرا في السلوك، ولكن هذه العملية تركز على 4 جوانب: إيماني، نفسي، أخلاقي، دعوي. سنتحدث عنها إن شاء الله الآن، كيف هذه العملية التي تؤثر على الإنسان. أنتم أيها الإخوة، نحن كلنا لكي نكون قدوات ونؤثر في الناس، كأنه حر شيخ ولا ها؟ طيب يا إخوة معليش، مع احترامي لكبار السن الجميع يقف. يلا يا إخوة، يلا الأخوات قوموا، الله يرضى عليكم، قوموا مغفورا لكم. أيوة 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 ها؟ نعم لو سمحتم، لو سمحتم كل واحد يقابل واحد، لو سمحتم كل شخص يقابل شخص، كل شخص يقابل شخص، اللي ما يحصل شخص يدور على شخص. يلا 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 يا إخوة يلا. يا مشايخ هدوء لو سمحتم. يا سلام، من لم يجد شخصا؟ مين ما معه أحد؟ هناك شيخ. أيوة، كل شخص يتعرف على الآخر، اسمه ومكان ولادته في البلد الذي هو فيه، وهل هو متزوج أو لا، وعدد أولاده. يلا تعرف على هذه المعلومات سريعا 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 سريعا. معالي تعرف عليه. شيخ، الأخ مع الأخ، أنت مع هذا وأنت مع هذا. خلاص يا إخوة، خلاص تمام. لا 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 حد يجلس، لا حد يجلس، لا حد يجلس. طيب دجاج. طيب يا إخوة، الآن كل واحد يسأل الشخص الآخر ما هي أمنيته في الحياة في 5 سنوات القادمة، أمنيته في الحياة في 5 سنوات القادمة. يلا، ما هي أمنيتك في الحياة في 5 سنوات القادمة هذه؟ ما هي الأمنية التي تريد أن تحققها؟ واحدة. نعم ماشي يا إخوة، خلاص نجلس نجلس نجلس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الآن سأأخذ، يلا يا شباب يلا، ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. طيب ما شاء الله، خلاص يا أخوات. بالمناسبة كم عدد الأخوات؟ كم يا أخوات؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب الآن سأخذ عشوائي بعض الإخوة ويحدثني عن زميله. كل المعلومات التي طلبناها منكم، الاسم والعدد الأولاد ومكان الولادة وهل متزوج أو لا
وما هي الأمنية التي يريد أن أحققها في 5 سنين، تخبرني عن زميلك الذي جلست معه. ماشي يا إخوة؟ نعم تفضل شيخ. أي نعم، من صاحبك؟ تفضل. من أين ولد في المغرب؟ تمام، طبعا عزابي وغير متزوج. السؤال الأخير الذي قلناه، أمنيته في الحياة في 5 سنوات القادمة. تمام، ما اسم صاحبك؟ أبو وائل إيش؟ طيب ماشي، مراد من أين؟ بركان ولا بركان؟ وليس بركان. طيب ماشي، بركان معروفة. الله أكبر. طيب نأخذ من الضفة الغربية. نعم قل. عبد الله من أين؟ من المغرب. مغرب كبير. تمام تمام تمام. طيب أريد واحد هنا يتبرع يأتي يحسن التمثيل. تعال يا عمر، تعال يا عمر، تعال. إيه هذا سنأتي له إن شاء الله، هذا بس يخرج إذا كان فيه فلوس. الآن سأعطي الأخ كلمة وهو سيشرحها لكم بالحركات، وأنتم تقولوا، أو هي جملة، ما هي هذه الجملة؟ تمام، الذي يأتي بها لا 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 أعظم من الكتاب. إيش؟ دعوة بظهر الغيب. الحمد لله تعجبوني ما شاء الله. جدا. قرأتها؟ هذا عارفه ها؟ توكل على الله. يلا يا إخوة، الآن الأخ سيشرح لكم جملة كتبتها له هنا، وأنتم تحددوا ما هي الجملة. لو تبعد عن هذا لأنه مضر شوي. بسم الله. القرد في عين أمه غزال. طيب شكرا يا عمر، شكرا يا عمر، أعطيك العافية. ها؟ إلا اتفقنا على الجائزة. نعم. طيب يعطيكم العافية أخوة، خلاص صحصحنا شوي الحمد لله. بقينا قليل إن شاء الله ننهي فيه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، نحن أمام أي فتن أو فوضى أخلاقية أو نحو ذلك، ليس لدينا إلا خيار واحد، ألا وهو بناء الإنسان. ولا يمكن أن يبنى الإنسان هذا بطريقة صحيحة إلا من خلال التربية. ولدينا الحقيقة مشكلة في العمل التربوي، وهي التركيز على التربية الجماعية، تمام، وإضعاف أو ضعف الجانب الآخر وهي التربية الذاتية. فتجد الشخص عندما يكون مع إخوانه وزملائه في عمل مؤسسي ما شاء الله عليه، إذا رجع إلى بيته اختلف،
إذا ذهب إلى بلده الذي هو فيه لإجازة صيفية تغير أيضا. لماذا؟ لأنه ليس هناك برنامج دعوي ذاتي لبناء نفسه. ماشي إخوة؟ ومن ثم ذكرنا لكم قبل قليل أنه نحتاج إلى عملية تربوية دائما في أي محضن تربوي، ونحتاج لكي يثبت الإنسان، هذا الكلام لأنفسنا لي أولا ولإخواني، أن نحرص على التربية الذاتية، أن يبني الإنسان نفسه بنفسه. هذا 70% عليك. التربية الجماعية لا تقدم لك أكثر من 30%، 70% جهدك أنت. تعالوا ننظر ماذا، كيف يربي الإنسان ذاته. أولا تربية النفس على الالتزام بما تدعو إليه. لا تقل شيئا لطلابك إلا أنت أول من يفعله، لا تقل لأولادك شيئا أنت تخالفه، لا تعمل في المجتمع شيء تتحدث به في جهة ثم تخالفه في مكان آخر. تجد إنسان يلقي محاضرة طويلة عريضة في احترام الناس وتقديرهم، لكن أول اختبار يقع فيه يسقط. تمام؟ معناه أن هذه الأشياء للاستهلاك المحلي اليومي لتقديم معلومة فقط وليس للصدق الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الأمر حتى بعد نزول النبوة عليه، لا يزال واضحا في هذه القضايا. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عن أحد الأنبياء ولا شعيب؟ ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. منهج، لا أريد أن أخالفكم، أعرف. أيوة تمام. إذن لدينا نربي أنفسنا أيها الأحبة على الجانب العبادي. ما يأتي إنسان ويقول أيها الإخوة أيها الطلاب، لابد أن تحرصوا على السنن الرواتب، ويرون أستاذهم بمجرد خروجه انتهاء الصلاة وتسليمه خرج من المسجد. لا يا إخوة، لماذا تقول الشريعة لا تجعلوا بيوتكم قبورا وتحث الناس على أن يفعلوا السنن الرواتب في داخل البيت؟ لماذا؟ حتى يكون الإسلام سلوكا يمارس في المنزل وغيره. القضايا السلوكية الأخلاقية في التعامل مع الناس. مرة كنت مسافر خارج البلاد وأنا عند الجوازات أريد أن أختم الجواز، وإذا بأوراق نسيتها في المنزل، أصلا باقي 45 دقيقة مستحيل أرجع للبيت وآتي، واللي نسي ما يضعها في الشنطة ولدي. رفعت السماعة طبعا وأنا قمة الغضب، وأنا بشر ترى ما خلاص النبوة انقطعت، أنا ما في، أعطيته ساخن في منطقة بعد عندنا بعد الجوازات والتفتيش. تمام؟ رفعت السماعة بعد المكالمة مباشرة، أسامة أنا آسف، أنا أخطأت عليك فعلا، أنت أخطأت علي بعد وضعك الورقة، لكن ما كان ينبغي أني أفعل معك هذا التصرف، أنا آسف، سامحني يا ولدي. أسامة في ثالث ثانوي والآن في أولى جامعة. بكى. تمام؟ هذه الممارسات نحن التي نحتاجها. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس أربعة أصناف في الغضب، أخيرهم أفضلهم أبطأهم غضبا أسرعهم فيئة. لأنه في بعض الناس الله عز وجل لم يرد بهم توفيقا، سريع الغضب بطيء العودة، فيغضب من زوجته ويجلس سنة يهجرها. اتصلت علي أخت قبل يومين، صار بينها وبين زوجها مشكلة بسيطة جدا على طفلة صغيرة توها مولودة. تمام؟ الآن في بيت أهلها لها سنتين، والله لا هي مطلقة ولا شيء، قلت أعطيني رقبه بس أنا سأتولاها. هذا من الحمق في الحياة وعدم إدارة الحياة إدارة صحيحة. نحن بحاجة إخواني أن نحافظ على كل دقيقة. إذا رأيت إنسانا متعبا فاعلم أن ليس لديه استقرار نفسي داخلي، إما في البيت وإما في تصرفات أحيانا تخرج عند الإشارة وتجد عصبية وكذا، ترى هي بسبب ماذا؟ موقف قبل قليل كان في المنزل هو الذي قتله ودمره. إذن تربية النفس على الالتزام بما تدعو إليه. قيل يا أبا سعيد الحسن البصري عظنا عن العتق، العتق، فجلس شهرا لا يعظهم، بعد الشهر جاء بعضهم. لماذا؟ حتى يعتق، هو راح وجمع مال وعتق. لذلك ليس معنى هذا أنه لا تعظ الناس إلا بشيء أنت تطبقه، لكن لا تعظ الناس إلا بشيء أنت تنوي تطبقه أيضا. واضح يا إخوة؟ الأمر الثاني الشعور بالمسؤولية واستشعار الأجر والمثوبة والاندفاع الذاتي للدعوة.
لا ينتظر الإنسان واحد يدفعه يلا خلاص يفعلوا كذا، لا، أنت من نفسك استشعر بأنك ستقف بين يدي الله وسيسألك عن العلم الذي أنت تحمله والأشياء التي أخذتها في حياتك كلها، ما هو أثرها في المجتمع؟ عيب واحد يذهب لكلية شرعية ويدرس في الجامعة الإسلامية أو أي جامعة ويأتي إلى بلاده، لا، إما أن يكون رئيس جمعية ولا ما يعمل. اشتغل يا أخي، قدم لآخرتك، ابني لقبرك، عندما تدخل في القبر يكون روضة من رياض الجنة، ولن يكون هذا إلا بعمل صالح. أما أن يكون إنسان، أما أن يكون رأس أو لا يكون، هذا من الجهل. الأمر الثالث الإخلاص لله، التعرف على أكبر قدر ممكن من الطرق والأساليب لكي تبني نفسك خاصة دعويا وتربي نفسك على الجانب الدعوي. تعرف على أكبر قدر ممكن من الطرق والأساليب التي يمكن أن تدعو بها الله عز وجل، سواء في الشيء الذي تخصصت فيه أو عموما. التزود بالوسائل المساعدة والأدوات المهمة والمهارات المفيدة في توصيل الدعوة للآخرين.